بنتكلم على البوفتيك اللي هو بانيه. بنروح للجزار نقول له انا عايزين كيلو بوفتيك، اروح للفراخ يقول له عايز فراخ بوفتيك، واروح البيت بعملها بانيه. ولكن هو البوفتيك اصلا هنقول عليه دلوقتي ونتكلم عنه وهنعمله مع حضراتكم. شرائح لحمه، بصل وتوم وطماطم وتعفير الدقيق وملح وفلفل، يعني الصوص بقى يعني هو عاملين اختياري، لكن احنا بنتكلم على اصول الشغل بتاعنا. بصل وتوم ودقيق وطماطم وملح وفلفل، بهارات يعني بهارات مشكله، مع الزبده، وهندخله الفرن مع هنعمل له بطاطس اللي هي بوم ويليام او بوم روست او بوم فندام. ليها مصطلحات كده صعب شويه انا هتكلم فيها. بفردها على قد ما اقدر اهو. كمان لفة بسيطة طيب يبقى كده. دي الطريقة اللي هي بتاعت البوفتيك. حبة ملح، اهو لازم يتغطى كده واروح داخل بيه في الفرن.